ان يكون عندنا معمل للكشف عن المنشطات في مصر، فده واحد حقيقة من الاحلام اللي كانت بتداعب خيال كل الرياضيين في المجال الرياضي، اذا كنا بنتكلم على كرة القدم او مجالات اخرى. وواضح انه حان الوقت انه يبقى عندنا الحقيقة معمل للكشف عن المنشطات. هنعرف تفاصيل عن الموضوع ده خلال الفقرة اللي احنا بنتكلم فيها من خلال ضيفي العزيزين دكتور أسامة غنيم، اللي برحب بيه دكتور أسامة، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الرياضة وعضو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا. الله يخليك ويبارك فيك. وايضا الدكتورة هناء أمير، عضو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ابتدي من المؤتمر النهارده؟ مفيش مانع. طيب المؤتمر النهارده كان المفروض انه تم عقده مؤتمر صحفي للاعلان عن دخول المعمل المصري الدولي للمنشطات المرحله التمهيديه للاعتماد من الوكاله الدوليه. يعني ايه؟ اولا حضرتك قلت كلمه كويسه قوي في الاول خالص لما قلت ده حلم. هو فعلا كان حلم، وكنا في يوم من الايام كان نفسنا يبقى عندنا معمل على ارض مصر يحمل صفه العالميه. صحيح، فعلا ربنا اكرمنا بالمعمل ده. القوات المسلحه مشكوره انشات المعمل. تكلفته الانشائيه 40 مليون جنيه، عباره عن المباني وعباره عن الاجهزه الموجوده فيه، ولكن كان ينتظر الاذن بالاعتماد. كويس. الاذن بالاعتماد ده بيبقى بعيد عن القوات المسلحه، واللي بتتولاها في الحاله دي وزاره الرياضه، لان هي الممثل للدوله في الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. كويس. اتصلنا بالوكاله الدوليه اكتر من مره الحقيقه، في يعني جهود شغاله بقى اكتر من 3 سنين او 4 سنين، وتم دعوة مدير عام الوكالة الدولية. إذا في وزراء قبل كده اشتغلوا على نفس الحق يعني برضو لازم يتقال ان في 4 وزراء اشتركوا في هذا الموضوع، بدءا من المهندس حسن صقر، الدكتور عماد البناني، الاستاذ عمرو فاروق، والاستاذ طاهر ابو زيد. الاربعة الحقيقة كل واحد فيهم له فضل كبير قوي في اعتماد المعمل. لما ابتدينا نتحرك اتصلنا بمدير عام الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ودعاناه لزيارة مصر، فالراجل لبى الدعوة وجاء في شهر اكتوبر اللي فات. كويس. زيارته كان لها اثر كبير جدا في انه اولا زار السيد رئيس الوزراء والتقى بيه، وبعد كده راح القوات المسلحه وتم دعوته لزياره المعمل. كان في اكتوبر اللي فات، كان في 6 وكان في يوم 7 و8 وغادر يوم 9. كويس. الحقيقه الراجل انبهر بالمعمل، معمل كويس قوي، تم انشاؤه على احدث طراز واحدث مستوى، كل الاجهزه اب تو ديت، وبعدين كان هو ينتظر بدء الاشاره بالاعتماد. عشان يعتمد المعمل له ستيبس كده او خطوات بتاخد حوالي 12 شهر. ال 12 شهر دولت بيتم فيهم اخذ 50 عينه على مراحل، 3 مرات 10 و20 و20، ودول بيجوا من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات طبقا للكود، طبقا للمعيار الدولي لانشاء المعامل. ال 10 الاولانيه لو عدوا تمام مفيش مشاكل بيجوا 20 غيرهم، ونفس الكلام اخر 20 بيجوا يحضروا رجاله الوادي، يحضروا هنا عمليه التحليل. هم ال 50 عينه دول بيبقوا نوع من الاختبار للمعمل، الكفاءة بتاعته بالظبط كده. هل فعلا وبعدين هو دي مش على اساسها حتى لو غلطنا في عينه ان يتم المعاقبه، لا لا بيبقى فيها نوع من التنوير. التصليح. انتوا ماشيين ازاي؟ بتيجي ازاي العينه؟ والعينات دي بتبقى جايه معروف ايه الماده اللي جواها ونسبتها قد ايه. لو المعمل طلعها صح خلاص مفيش مشكله، في نهايه ال 50 عينه ناخد الموافقه بالاعتماد ونبدا. دي المرحلة دي بتقعد حوالي سنة. احنا في انهي مرحلة؟ هي دي بداية. قلت دي بتقعد من 6 ل 12 شهر. من 6 ل 12 شهر. انما الحقيقة رئيس اللجنة، لجنة العلوم والصحة اللي هي مسؤولة عن اعتماد المعامل، اللي هو مستر اوليفر، دكتور اوليفر رابين في الوادة، كان قال لي المرة دي، قال لي انا شفت المعمل وما اعتقدش ان انتوا هتقعدوا الفترة الطويلة قوي دي 12 شهر. انتوا ممكن ان شاء الله في خلال الفترة دي تنهوا هذا الكلام. طيب انا عايز اتوقف هنا عشان اتحول للدكتوره هناء. دكتوره هناء، ما يتعلق بالدكاتره اللي موجودين في المعمل، هل هم فعلا دكاتره مصريين؟ الكفاءات اللي موجوده هي كلها كفاءات مصريه، ولا بيتم الاعتماد على بعض الخبرات الخارجيه؟ لان احنا بنتكلم عن مرحله زي ما كان الدكتور بيتكلم، مرحله بيتبعها مرحله حتى الوقوف وبدء عمل المعمل المنشطات. اولا المعمل علشان يعتمد هو بيمشي في اجراءات كتيره جدا، سلسله كبيره زي ما دكتور اسامه قال لنا، من ضمنها حاجه اللي هي اللي اسمها تبع المعيار الدولي اللي هو الانترناشنال ستاندرد فور لابوراتوري، او المعيار الدولي للمعامل. ده لازم بيبقى بياخد حاجه اسمها ايزو 17025، لازم بيبقى من ضمن الحاجات بتاعتها. التعبيرات الطبيه هقولها بالعربي، لا هنبسطها للناس. ايه الايزو ده عشان اللي قاعد يتفرج يبقى فاهم؟ يعني في شروط معينه بتبقى اللي هو معيار الجودة، يعني بيبقى رقمه 17025، بيتطلب حاجات معينة دي موجودة في المعمل بتاعنا. من ضمن الحاجات اللي هي موجودة الاستاف الموجود، الاستاف الموجود بيبقى الوادة لازم توافق عليه، يعني بيبقى السي في بتاعهم بيروح للوادة، والوادة هي الوحيدة اللي تقول المجموعة دي موجودة، فهم مؤهلين وجاهزين حاليا موجودين يعني.
طيب برضه حضرتك ما قلتليش الدكاتره اللي موجودين، الدكاتره كلهم مصريين؟ مصريين كلهم. مفيش التعامل مع خبرات اجنبيه في الوقت ده في التطبيق؟ لا، هم كل في هم كان يعني عن طريق خبره اخذوا الخبرات من برا، كان في زي تعاون بينهم وبين معمل برشلونه في اسبانيا، واخذوا الخبرات بتاعتهم ونقلوها للمعمل المصري هنا، بس حاليا كلهم طبعا مصريين ونقلوا الخبره وهم جاهزين حاليا. دكتور اسامه، هل بيتم التعامل مع عينات معينه وعينات تانية ما بنقدرش لسه نتعامل معاها في المعمل ده؟ لا، ما اقدرش اقول كده، لان لو قلت كده يبقى المعمل فاشل من قبل ما يبدا. كويس قوي. احنا عندنا 229 عنصر بندور عليهم، هيدور عليهم المعمل 229 عنصر، مفيش فيها حاجه اسمها يقدر يتعامل او ما يتعاملش. على سبيل المثال الكلام اللي انت حضرتك قلته ده تم في معمل تايلاند، فايه اللي حصل؟ تم ايقافه 6 شهور. ما فيهاش بقى، ما فيهاش الموضوع، لا يقبل انه لا لا ما يتحملش انه يبقى فيه عنصر موجود وعنصر مش موجود، وما يتحملش نسبه خطا 1% من 100%. ما فيش نسبه خطا اطلاقا. فعشان كده هو بيديك الفتره الاولانيه بيعملها كنوع من الاختبار. عدى فيها المعمل خلاص. بس انا عايز اقول لك ان هو مش معنى ان هو اعتمد خلاص انتهى على كده، لا ده بيتم اعاده اعتماده سنويه. كويس. يبقى معنى كده بقى في اشراف طبعا ومتابعه، ويبدا يشوف النتائج شكلها ايه. عدد العينات مفروض انها لا تقل عن 3000 عينه سنويا بعد كده، مش دلوقتي. دكتور، على طول الربط مع الناس ومع المنشطات، واكيد حضرتك لمسته والدكتوره لمسته النهارده في خلال المؤتمر الصحفي، الناس دايما هتتكلم على انه طب وده هيتم بقى العمل بيه في الدوري المصري لكره القدم امتى، لانه ده شغل الشاغل الحقيقه. يقول لك لا ده حصل قبل كده، محمد بركات كان بياخد نشاطات، لا ده اللعيب الفلاني بياخد نشاطات، واحنا لحد دلوقتي ما عندناش اي معمل للكشف عن النشاطات. ده هيدخل حيز التنفيذ امتى، وهل فعلا هيبقى متعلق بالدوري ولا لا؟ هو الحقيقه النهارده اتسالت السؤال ده كتير جدا، وانا بكرر لحضرتك يعني احنا النهارده في الدوري يا جماعه احنا مش مسؤولين عن نشاطات في الدوري فقط، احنا مسؤولين عن نشاطات في الرياضه بصفه عامه. احنا عندنا اكتر من 56 اكتر من 50 او 56 اتحاد نوعي واولمبي وغير اولمبي، كل دولت احنا مفروض ان احنا مسؤولين عنهم، بناخد منهم عينات. اما الكوره فدي واحد من الاتحادات احنا بناخد منها. وعلى فكره احنا كنا بناخد في الكوره، انا قلت له النهارده السنه اللي قبل اللي فاتت لما كانت الظروف الى حد ما كانت مواتيه، كنا بناخد في كل مباريات الدوري العام 2 من كل فريق. وبعدين ما بيظهرش حاجه على السطح، ليه؟ الناس قالت لك احنا ما حسيناش بيكوا. طبعا مش هتحس بيا طول ما ان العينات سلبيه. لما ظهرت عينه ايجابيه لاحد اللاعبين في بطوله كاس مصر، يعني كاس مصر كان في احد فرق كره القدم وكان نهائي كاس مصر، طبعا الدنيا كلها قامت واتكلمت عن الكوره وعن المنشطات. طول ما هي انها ماشيه كده بانها سلبيه محدش هيحس بيها. لكن ده احنا عندنا عينه ايجابيه من 3 أسابيع في لعبه فرديه، كان عندنا عينه ايجابيه في العاب ثانيه اخرى فرديه. فاذا العمليه ما هياش مقصوره على كره القدم بس، احنا بناخد في جميع الالعاب. هنبتدي امتى نتعامل مع الالعاب دي كلها؟ احنا فعلا اوريدي بنتعامل مع الالعاب دي كلها، بس بنسفر العينات بره. كنا بنسفرها معامل ايه بالظبط؟ برشلونه في اسبانيا. برشلونه. في كام معمل للكشف عن النشاطات في الوطن العربي تحديدا؟ ولا واحد. انا هقول في خلينا نقولها في العالم، لان في الوطن العربي مفيش. طب ايه اللي كان في تونس ده؟ كان ما هو كان في حلقه شطب، شطب. كده بنقول مفيش. يعني هو في حاليا 32 معمل موجودين في 29 دوله، ده على مستوى العالم. كان موجود في افريقيا 2، واحد في تونس وجنوب افريقيا. اللي في تونس اتشطب. ايه الاسباب بس عشان برضو نبقى عدم تحديث الاجهزه بتاعته. هو اتوقف مرتين، كل مره 6 شهور، ولعدم تحديث الاخطاء اللي عنده، الاجهزه عنده قديمه وكده، اتشطب خالص. فحاليا في افريقيا ما فيش غير واحد بس في جنوب افريقيا. هل احنا قادرين على الوقوف فعلا والمنافسه؟ ما انا بعرف انه اي حاجه فيها منافسه مع المعمل الموجود في جنوب افريقيا، وان احنا نبقى معتمدين بالشكل اللي يسمح لنا تواجد لفتره اطول. في جمله قالها دكتور اسامه دلوقتي، قال ان مستر دكتور اوليفر رابين مفروض ان الخطوه اللي هي الخطوات التمهيديه الاخرانيه دي النهائيه لاعتماد المعمل بتاخد من 6 ل 12 شهر. لان الاجهزه بتاعتنا على احدث ما يكون، وهو ما شاف المعمل هنا انبهر بيه، قال فتره الاعتماد ان شاء الله مش هتتخطى 6 شهور. فده معناها ان احنا هنقدر ننافس وننافس بقوه كمان. طيب عايز اسال حضرتك قبل ما اتحول للدكتور اسامه عن دور المعمل في الفتره المقبله. احنا بنتكلم عن زي ما كان بيتكلم الدكتور بالظبط، مش هنتكلم بس في الكوره، مش هنتكلم بس في الدوري الممتاز، لا عندنا امور تانية. الدور اللي انتم متخيلين انه يقوم به المعمل، لا سيما واحنا بنتكلم عن انه في عينات زي ما كان الدكتور بيقول عينات ايجابيه كتيره جدا في العاب فرديه والعاب جماعيه. اولا هو دور المعمل هنا هيسهل لنا موضوع ان احنا ناخد عينات، لان علشان نعتمد الاعتماد بتاع المعمل يتجدد سنويا لازم يتاخد في خلال السنه 3000 عينه.
فده هيساعد اكتر او هيشجع اكتر ان احنا ناخد عينات, وطالما بناخد عينات بكم كبير ده هيساعد على مكافحه منشطات اكتر, علاوه على ان جميع الدول العربيه اللي حوالينا كلها والافريقيه, يعني العربيه كلها سواء كانت افريقيه او جميع الدول العربيه اللي حوالينا يمين بقى وشمال كلها هتبقى بالنسبه لها احنا اقرب من ان هم يبعتوا لجنوب افريقيا او يبعتوا لاوروبا, ودي حاجه كويسه للبلد مصر. طبعا اخش بقى في تفاصيل اكتر. في عقار معين زي عقار الترامادول, عدد من اللعيبه بتاخده في العاب مختلفه, مش عايز احدد يعني لعبه كره القدم تحديدا, في عدد من الالعاب اسم اللعبه شويه شويه اقول لك اسم اللعبه شويه شويه ما تضغطش عليا اقول لك اسم اللعيبه كمان لعيب لعيب لانه موجود وفي ناس كتير عارفه الكلام اللي انا بقوله ده بالظبط اللي جوه الوسط الرياضي. هل مصرح بده ولا لا؟ هو اولا الترامادول في الطبيعي العادي بيستخدم لقتل الالم, فده بيستخدم في الحالات اللي هي بيبقى مثلا زي الالام السرطانيه او غيره, ده في الانسان اللي هو العادي ما هوش الرياضي, ولكن الرياضيين بدأوا يستخدموه لأنه هو بيقتل من التعب عنده فبيضطر أنه يستخدمه. حاليا السنة دي 2014 و2013 ونازل تحت الرصد في القائمة الدولية لمكافحة المنشطات, يعني معناها أنه هو مش محظور, وعشان كده الرياضيين فاهمين الحكاية دي وبيتعاملوا معاه. لكن هو المتوقع أن 2015 هينزل كمادة محظورة, يبقى معنى كده أن أي لاعب بياخد الترامادول هيتم إيقافه. وكان انا ليه قصه, كانت انا كنت مع جيري ديفوراك اللي هو رئيس اللجنه الطبيه في الفيفا الاسبوع اللي فات, فكنت بتكلم معاه في كده, فهو ما كانش متخيل ان احنا بنستخدم الترامادول هنا باللعيبه يعني بتاعت الكوره بالشكل ده, فاتفقنا على ان احنا يقدروا يستخدموه لحد 2015 بشكل مصرح, يعني مش هنقدر نقول كده بس ده له مدار كبيره جدا. وبعدين ده في ده مجرد يمكن الدكتوره صيدليه وتقدر تقول لك ان هو نازل الدكتوره في الموضوع ده لانه كيف مش هيستنى 2015 هي القائمه يعني بتتجدد كل سنه, فممكن يخش في واحد الف يعني. السؤال البديهي, كيف لدوله اصلا بتمنع تهريب الترامادول والتعامل مع الترامادول وداخل هو اعتقد جدول المخدرات, ازاي اللعيبه بتاعت الدوله دي نفسها بياخدوه؟ بص حضرتك القصه كبيره قوي, يعني موضوع فيه موضوع كبير قوي. يعني انا عايز اقول لك انت لسه بتقول ترامادول, ترامادول فعلا كان الاول سموم, دلوقتي جدول اول سموم, حاليا جدول اول مخدرات, ومن ساعه ما بقى جدول اول مخدرات انا عايز اقول لحضرتك بيدخل البلد مهرب بكميه اكبر من اللي كان قبل كده. فعلا ممنوع مرغوب, هي زي ما حضرتك بتقول بالظبط. السنه اللي قبل اللي فاتت مسكوا 435 مليون قرص ترامادول ما شاء الله, فحضرتك مهرب. عارف مهرب ما هو اصلا مش هيخش رسمي لانه مش مطلوب. كمل يا دكتورة اتفضل. لا انا بتكلم على حته ان دلوقتي انت كنت جايبه لنا معاكي عدد من العينات المفروض هنشوفها على الهواء متعلقه بايه. يعني انا هي متعلقه دي القايمه بتاعه المحظورات او الحاجات المواد المحظوره, القايمه دي اللي هي الشكل ده كده دي بتاعه 2014, القايمه دي اول مره اتطبعت كان سنه 1963 بمعرفه اللجنه الاولمبيه الدوليه. كويس. من 2004 بقت الوكالة الدولية, هنثبت هنا الصورة شوية بس أكمل الجزئية اللي بقولها دي, الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من أول 2004 هي بقت مسؤولية المسؤول الوحيد عن طبع وتحديث وإعداد قائمة المحظورات. قائمة المحظورات دي في آخر كل 3 شهور بتطبع وبتدخل في التفعيل من اول يناير, يعني دي هتدخل من 1 يناير 2014. طيب اللي كان في الصوره معلش نرجع بعد اذنكم ليه الصوره الاولانيه. ايوه بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ده اقراص الماده اللي مكتوب الاسم الاسم اللي مكتوب كبير قوي فوق ده اللي هو ميثيلين دايوكسيد ميثان فيتامين, ده الاسم اللي موجود جوه القايمه هنا بس موجود باسم اكستازي في السوق. مفروض ان ده من ضمن الممنوعات زي ما حضرتك بتقول الترامادول مخدرات. ده داخل تبع جدول اول يعني ده الجداول الممنوعه سواء عندنا او بره. كويس. ده موجود حضرتك في النوادي يعني بس برضو من غير ذكر اسمائها, نوادي مشهوره جدا, نوادي الصحيه تقصدي ولا ما هي انا كنت متخيله انها موجوده في النوادي الصحيه بس, لكن انديه اللي هي الاجتماعيه والرياضيه بداعي اللي هي بداعي انها اسمها دانس بيلز او البارتي بيلز. يعني لو حد عرف اقراص او سمع عن الدانس بيلز او الاقراص بتاعه اللي هي اقراص النشوه زي ما بيقولوا. أيوة. فيها الماده دي. وكمان في حاجه تانية لسه اكتشفناها جديد يعني اقراص حاجه اسمها كابتاجون, ودي لسه واحد مديهاني في صالة جيم موضوع صالة كبير جيم. كابتاجون ده المفروض حاجه ماده اسمها فنتلين وبيقول لي ان هو يعني عندهم بكميات كبيره جدا ومتوفر قوي, والمفروض ده برضو تبع الجداول ولو اتمسك المفروض هو زي اتعمله زي قضيه مخدرات, فبساله بيقول لي دكتوره ما هو لو حد شافه مش هيعرف يعني مش هيعرف اذا كان ده ممنوع او لا. طيب احنا نحلق على الموضوع ده ازاي كده بالبلدي, يعني الموضوع ده يعني نعرف نعمل له تقنين
نعرف يبقى تحت عينين الوزارة ازاي, بحيث انه مش معقول احنا بندمر شبابنا بايدينا, يعني ده حاجة في منتهى العجب. هو مش يعني احنا اللي بندمر شبابنا, هو اللي بيدمر شبابنا اللي بره بيحاول ان اصل النهاردة الشباب نص الحاضر كل المستقبل. فهو الحل الوحيد ان هو عشان يدمرك هنا كدولة يدمر شبابك. النهاردة دخل بدأ يدخل ترامادول, يدخل الاكستازي, يدخل كل الرسك اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي. أصبحت بؤرة الفساد عندنا هي الأندية الصحية. الأندية الصحية النهاردة مشكلة المشاكل. وزارة الرياضة بتنظر لها النهاردة نظرة أخرى خالص. هي النهاردة كل اللي احنا عاملين النهاردة لجنة علشان نبدأ نقنن وضع الأندية دي وتتنقل مسؤوليتها بالكامل لوزارة الرياضة, بحيث ان ما يتمش فيها الا تدريب الرياضي فقط. اما لا يباع فيها مكملات غذائيه, ومكملات غذائيه ده موضوع تاني كبير قوي واخد بال حضرتك, ولا يباع فيها اي ادويه ولا دراجز ولا الكلام ده كله. يمكن الموضوع ده ناقشناه في مودرن على مدار 3 حلقات الحقيقه كانت مع كابتن شوبير, ويمكن كان ربنا جعلكم سبب لعدد كبير جدا من الناس تاخد بالها ان في يعني في ازمه كبيره بتحصل. يعني هو الحقيقه انا عايز اقول لك إن بس الحته دي المشكله كلها بالنسبه للدراجز دي ان النهاردة الناس بدأت تستخدمها في اتجاهين, اتجاه رياضي واتجاه سياسي, وهي دي الخطورة. الاتجاه السياسي اصبح النهاردة كل واحد بينفخ دراعاته ويتم تأجيره كأنه بلطجي او حراسة او بودي جارد ايا كان. بالنسبة للاتجاه الرياضي طبعا احنا عارفين الموضوع اللي هو المنشطات في الرياضة. فاصبحت النهاردة نسبة كبيرة جدا من الشباب بتاخد الادوية دي لانه بيتم فيها استفادة تجارية من وراها, صحيح, او عن طريق البيع, او ان الاندية الصحية دي بتستفيد منها. يمكن الدكتورة بتقول لك على موضوع الكابتاجون ده, لو انت تعرف ده اولا مصدره احدى دول الخليج. انا ما اعرفش حاجة. طيب ماشي, احنا كنا عارفين انت عارف الكلام ده قبل كده. ما اعرفش اي حاجة. انا بعرف انت تعرف كده. بلغ عنا دكتور اللي يا ريت نقدر نبلغ وناخد بيها قرار, لكن ما فيش تبلغ. طيب كان حضرتك عندك مقاطعة وحسألك, لانه اكيد انتم بتتعرضوا لنوع مش هقول بقى عراقيل مضايقات, لانه تكلموا مافيا انجاز التعبير. احنا وصلنا للموضوع ده فعلا. انا عايز اقول لحضرتك اما بيجي تتحط اي صنف دواء بيتحط في القائمه هنا بيتحط لو هو اتوفر فيه نقطتين من ثلاثه. المفروض الواده بتحط الماده هنا وتقول دي محظوره اذا كانت بتعلي البرفورمانس او الاداء بتاع الرياضي كويس. بتخليه اقوى. تاني حاجة إذا كانت بتأثر على صحة اللاعب. تالت حاجة إذا كان بيبعده عن اللي هي اسمها السبيريت اوف سبورت اللي هي روح الرياضة, روح الرياضية. يعني. لو توفر حاجتين من الثلاثة دول فبيتحط في القائمة. كل ده المعيار. ده اللي على أساسه بيتحط في القائمة. أنا عايز أقول لحضرتك دلوقتي لما بيجي أي حد, لما بيجي نتناقش مع أي لاعب أو أي شاب حتى المكملات الغذائية بنقول له إنها مضرة ليك لصحتك, يقول دي ما فيهاش مادة محظورة. ما فيهاش مادة, فبنقول له ما فيهاش مادة محظورة لكن ممكن تكون بتضر بصحتك. بتضر بصحتك ازاي بقى؟ في حاجات كتيره جدا. يعني اولا يمكن انا جايبه برضو ما اعرفش يعني في حاجات مغشوشه اللي هي بتتوزع بتبقى مغشوشه دي. واحد تاني حاجه يمكن انا لسه في هنا ضبطيه ماسكينها في ميناء الدخيله. دكتور اسامه كان بيقول لي عليها اللي حضرتك قلت عليها دي. هيحكي لنا عنها دي الحاجات اللي حكيت عليها. لا يعني خلاص دي ممكن تترتب بقى بعد كده يعني عشان الفيديو. حضرتك في بتبقى منتهيه الصلاحيه. الولد بيستعمل الحاجه مجرد انها بيدوها له في كيس. يعني ما يعرفش القرص ده منتهي الصلاحيه او لا, ما يعرفش ايه اللي فيه. موجود كان في صالات الجيم اللي هو الانابول والدينابول والحاجات دي, صح؟ دي قصه تانية. دي اللي هي الهرمونات بقى. دي الهرمونات والحاجات بتاعت الحيوانات. الموضوع واسع قوي يعني. الموضوع واسع قوي. احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده الحاجات المنبهه بس, لكن في حاجات منبهه وحاجات مهدئه وحاجات اللي هي الهرمونات. طيب خليني اسال عن اشهر العقاقير اللي بياخدها الرياضيين واللي غير مسموح بيها واللي ممكن تعرضهم يعني ان هم عقوبات كبيره في الموضوع ده. اللي هي الهرمونات البنائيه زي حقن الديكا وحقن النانجيرابولين وديكا جيرابولين. وطبعا حاجه اسمها ايكواجين وجنابول اللي هي بتاعت الحيوانات. دي اكتر حاجه بيستعملوها الناس بتوع العضلات اللي عندهم عضلات. طيب انا عندي خبر عاجل معلش مضطر ان انا اقطعه قدام حضراتكم على الشاشه. زميلنا عوض الغنام هيكون معانا يفهمنا برضو ايه اللي حصل. قوات الامن بتفض وقفه احتجاجيه ضد قانون التظاهر وتم في القبض على عدد من المشاركين فيها. زميلنا عوض الغنام يدينا تفاصيل اكتر عن الموضوع, متواجد هناك امام مجلس الشورى. اتفضل يا عوض. مساء الخير. اولا ابراهيم, كما ذكرت منذ قليل يعني فضت قوات الامن وقفه تضم المئات امام مجلس الشورى اعتراضا على ما ورد في مسوده الدستور
فيما يخص مسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين. بدأت الوقفة بهتافات مضادة لما أقدم عليه أعضاء لجنة الخمسين لإقرار هذه المواد التي جاءت حسب وصفهم يعني على دماء سقطت من أجل الحرية في ثورتي يناير ويونيو. بدأت الهتافات طبيعية للغاية، ثم حدث بعض الاشتباك من بعض أفراد المتظاهرين وقوات الأمن. على إثرها بدأت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وحدث اشتباك شخصي ما بين عدد من الأمناء والعساكر والضباط مع المتظاهرين، وتم احتجاز عدد من النشطاء وهم أمامي الآن لا يفصل بيني وبينهم سوى سور حديدي هو سور الجمعية الجغرافية التابع لمجلس الشورى، أو هو داخل مجلس الشورى، وأنا أراهم أمام رؤية العين. عدد من المحتجزين حوالي قد يكون 20-25، ويحيط بهم طابور من الأمناء ومن العساكر. ربما تستمع معي يا إبراهيم، هناك شجار يحصل ما بين هؤلاء المحتجزين. هل تسمع؟ سامع كويس عوض، وسامع الأحداث اللي بتدور حواليك يعني. طيب إحنا كان الحقيقة هو صوت المحتجزين المتظاهرين المحتجزين داخل هذا السور. ربما يصعب على الكاميرات أن تظهر هذا الأمر يعني لوجود أشجار وأسوار حديدية وما إلى ذلك. طيب خليني برضو أحطك في الصورة عوض، لأنه إحنا كان في كلام مع السيد وزير الداخلية للعلاقات، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، وسألناه عن المظاهرات، قال انه هيتم التعامل مع اي مظاهرة على ان هي وفقا لقانون التظاهر الجديد، اذا كانت خارجة او غير خارجة، وفقا للبنود اللي تم مناقشتها واللي تم عرضها للناس واللي تم اقرارها في قانون التظاهر، وبالتالي هيتم تطبيق القانون على الناس اللي موجودة بتتظاهر امام مجلس الشورى. وحسب هذا القانون كما علمت وتعلم معي إبراهيم أنه سيكون هناك بعد انتهاء المدة الزمنية للوقفة، إذا كانت وقفة حصلت على تصريح أمني حسب قانون التظاهر الذي ظهر أو خرج مؤخرا، ثم بعد ذلك بعد إعطاء هذا الإنذار تبدأ قوات الأمن في ضخ بعض المياه. هذا لم يحدث، هو ربما الذي عجل قوات الأمن لصد هذه التظاهرة هو الاشتباك الذي قد وقع ما بين المتظاهرين وما بين قوات الأمن، على إثر ربما قد أخذ القرار عفويا بفض هذه التظاهرة. وحاليا شارع القصر العيني عادت به الحياة المرورية إلى ما كانت عليه، لم يبقى وأعيد وأؤكد إلا ما هو قائم حاليا، احتجاز عدد من النشطاء داخل أسوار الجمعية الجغرافية التابعة لمجلس الشورى، ولا أدري ما هو مصيرهم فيما بعد، هل سيتم يعني تحويلهم للنيابة، هل سيتم الإفراج عنهم، لكن هناك بعض الإعلاميين محيطين بالمكان. في صعوبة بس في نقل الصورة صورة هؤلاء المحتجزين. احنا عندنا صورة دلوقتي الحقيقة منذ قليل يعني بنعرضها على الناس متعلقة بالموضوع. عوض الغنام انا بشكرك شكرا جزيلا، انا اسف لضيق الوقت جدا علشان ضيوفي الكرام، وانا ما قداميش اكتر من دقيقة احب اخد من حضرتك فيها كلام دكتور الأسامة. هو طبعا احنا كل اللي احنا طالبينه من الاعلام، احنا كنا في اجتماع في جنوب افريقيا الاسبوع اللي فات مع الوادة، وطالبه مننا ان احنا نعمل نوع من الدعايه والتثقيف للناس كلها، مش للرياضيين فقط ولكن للشباب، المفروض حتى ننزل المدارس والجامعات. فانا متهيألي يعني افضل مكان لنا ان احنا نعمل عن طريق تثقيف واعلام هو الجهاز الاعلامي. والجهاز الاعلامي لازم يبقى واقف معانا واقفه كويسه قوي، لان زي ما قلت لحضرتك ان المواد المحظوره دي ما هياش تخص رياضيين بس، دي رياضيين وشباب. طيب انا بوعدكم ان شاء الله باذن الله انه يكون لينا لقاء تاني متجدد نتكلم برضو في نفس التفاصيل، لانه واضح ان الموضوع بحره كبير جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور اسامه غنيم شرفتنا ونورتنا، رئيس الاداره المركزيه للطب الرياضي بوزاره الرياضه، عضو الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. دكتوره هناء امير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، عضو الوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت الفتره الرياضيه، فاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في بث مباشر مع الزميل محمد الجندي.